السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو درتو خصيصا باش نرفع لكم شويه من المعنويات ديالكم، حيت النفسيه ولات محطمه بزاف عند جميع التلاميذ ديال جميع المستويات، وخصيصا المستوى ديال اولى بكالوريا اللي غيبداو مستوى جديد، غيبداو يقراو في الثانيه بكالوريا وهما باقي ما دوزوش الامتحان الجهوي. الصراحه القضيه صعيبه بزاف، الانسان ولا متالف ما عارفش شنو يدير، واش يقرا يراجع داكشي تاع السيزيام ويتسنى الامتحان الجهوي امتى غيعلنوا عليه، ولا يركز في البكالوريا، وحنا عارفين ان الامتحان ديال البكالوريا ماشي شي حاجه اللي هي سهله، ولكن ما عندنا ما نديرو، خصنا نكملو. يعني الحاجه اللي كنصحكم بها في هاد لا فيديو، كلكم عييتوا بالنسبه للناس اللي كتبريباري من البدايه ديال السنه، جا الحجر الصحي، يعني بزاف ديال التغييرات وقعوا في عام واحد اللي فريمون ماشي ساهلين باش يتقبلهم العقل ديال الانسان، ولكن ما عندنا ما نديرو، كنا عينا من لينا ونهاد الشيء هذا، ما خصناش نوقفوا هنايا وما خصناش نستسلموا، حيت هاد القرارات هادو اللي كنتبعوهم حنايا غادي يقسموا الناس اللي كتقرا لجوج ديال الفئات. انا نتمنى انكم تكونوا من الفئه الاولى، هاد الفئه هذه هي الفئه الناجحه اللي كتسيطر على المشاعر ديالها وعلى الرغبات ديالها وكتستمر في القرايه. يعني واخا عييتوا ولكن ما عندكم ما ديروا، ما يمكنش لكم توقفوا من البدايه تاع العام وانتم كتقراوا وكتتعبوا وكتسهروا، ما خاصكمش تضيعوا هادشي كامل في لحظه ديال الياس ديال ان الامتحان الجهوي صافي تاجل، ما عندناش شي خيار اخر، ولكن غادي تراجعوا مره تبقاو تراجعوا داكشي تاع الجهوي، وما تركزوا على المستوى ديال الثانيه بكالوريا، حيت قصح من الجهوي سيغتو العلميين ولا الادبيين. الصراحه حتى حاجه ما سهله، العلميين عندكم مات فيزيك اس في تي، حتى لونجلي والفلسفه ما تحقروهمش، الناس تاع الادبيين حتى هما عندهم العربيه راه بحر تبارك الله، الاجتماعيات هذيك راه تغرق فيها، يعني حتى حاجه ما سهله، ما يمكنش لكم انكم تركزوا على حاجه وتهملوا حاجه. داكشي علاش حاولوا انكم ديروا ليكيليبر وتكونوا من الفئه اللي هي الاولى اللي قلت لكم تكون فئه ناجحه، اما الفئه الثانيه اللي كيكون واحد الانسان اللي هو عادي كيمل بالزربه الحماس ديالو كيضعف وما كيبقاش باغي يقرا. نتمنى انكم ما تكونوش من هذه الفئه اللي هي فاشله، وتصبروا لهاد القرارات وتحاولوا انكم شوفوا كي ديروا، المهم كله بالاسلوب ديالو يحاول انه يدير واحد ليكيليبر ما بين المستوى تاع الثانيه بكالوريا، ومره يخصص واحد نهار في لا سيمين ولا جوج ولا يومين ولا هذا يخصصهم المراجعه ديال داكشي ديال اولى بكالوريا، تحسبا لاي نهار يقدروا يعنوا لنا بلا الامتحان الجهوي راه تقرر لادات ديالو. المهم في اللحظه اللي كتحسوا بها انكم عييتوا وليتوا ما قادينش انكم تخدموا، تما فين غادي يبانوا لكم قدرات اخرين جديده ديالكم، وغادي تحسوا انكم باقي ما كملتوش المراجعه، واخا كنتو كتقولوا راه كملنا المراجعه تاع الجهوي، غتعاودوا تنبشوا غتعاودوا تقراوا غتلقاو بزاف ديال الحوايج باقي لكم، وغادي تزيدوا تخدموا اكثر باش هكا غادي تضمنوا معدل اللي هو زوين. كاينه واحد المقوله كيقولوها دابا وكيقولوها حتى كانوا كيقولوها شحال هادي ديال خصك عليك ان تضحي بما لديك الان لتصل الى ما تريده في المستقبل. هذه المقوله هادي مهمه بزاف، يعني خصك لا بغيتي انت توصل لواحد الحاجه باغيها ما خصكش تبقى جالس ونكتف يديك ناري وانا حافظ غنسى الجهوي باقي بعيد ما عارفينش امتى كي غندير، واش انا نقرا الثانيه بكالوريا واش نقرا الاولى بكالوريا، يعني النفسيه راه فريمون هي محطمه، ولكن نتوما خاصكم ديروا كيف قلت لكم ليكيليبر، تسمحوا في اي حاجه غادي تبرزتكم حيت ما غاديش يبقى عندكم الوقت، خاص تسمحوا في اي حاجه غادي تلهيكم، تسمحوا في التليفون، تسمحوا في الخروج مع صحابكم، تسمحوا في بزاف 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 ديال الحوايج، وتزيدوا تتعبوا وتزيدوا تسهروا وتزيدوا ديروا بزاف ديال المجهود باش انكم تقدروا توصلوا لذاك الشيء اللي بغيتوا، تحققوا الاحلام ديالكم، حيت ملي كتوصل لذاك الشيء اللي بغيتي كاع داك العيا وكاع ديك التماره وكاع داك العذاب اللي دوزتي والصير ما كيبقاش يبان لك، كيبان لك غير انك وصلتي للهدف ديالك وحققتيه وارتاحيتي. الى دائما كنقولها لكم، الى حسيتوا براسكم صافي عييتوا وبقيتوش قادين
غمضوا عينيكم دقيقه جوج دقائق، فيما تحس براسك عييتي غمض عينيك دقيقه ولا جوج دقائق وتخيل راسك راك نجحتي. علقوا لك مثلا في النتائج ديال الثانيه بكالوريا معاك الام ديالك ولا كاع اي واحد عزيز عليك معاك فرحان معاك. راه الانسان ملي كي سورتو النتائج ديال البكالوريا شي شخص كينجح واخا ما كتكونش عارفي انت كتبكي بالفرحه، حيت هذيك اللحظه فريمون 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 صعيبه بزاف وكيتخلطوا عليك المشاعر. يعني دائما عييتي قلتي صافي بركه عليا من هاد الحفاضه، عييت طلعوا لي الكتوبه في الراس، الناس خارجه كدور وانا جالس مخشي وسط الكتوبه، الناس دوزات الصيف وانا ديما هاستيلو، انا ديما غارق وسط الكتوبه. يعني بزاف ديال الهضره ما غاديش تنفعك، ولكن اللي غادي ينفعك انك دائما غمض عينيك تفكر انك نجحتي والناس اللي عزاز عليك كاينين معاك وفرحانين معاك وكل شيء بخير وعلى خير. لهاد اللحظه هادي ديال النجاح ديالك غتزيدوا تعياو وتزيدوا تتعبوا كثر وكثر وكثر وتسهروا كثر وكثر وكثر وديروا بزاف ديال الحوايج، حيد التليفون، حيد كاع داكشي فيسبوك واتساب داكشي كامل ديال التصفح ديال الوسائل ديال التواصل حيدوها وتفكروا اللحظه اللي غادي تنجحوا فيها وغادي يكونوا معاكم الاهل ديالكم والحباب ديالكم وكل شيء فرحان بالانجازات ديالكم. كاين واحد المقوله واحده اخرى كيقول لك هناك من يحلم بالنجاح وهناك من يسعى لتحقيقه. كل شيء باغي ينجح كاع الاصدقاء ديالكم كل شيء اي واحد كيقرا راه باغي ينجح، ولكن كاين اللي كيدير علاش باش ينجح. اللي باغي ينجح كيسهر كيتمحن كيعيا الكتوبه كيعمروا بالكتبه البريباراسيون صباح وعشيه، يعني ماشي لاصق في التليفون 24 ساعه على 24 ساعه والواتساب والخروج والديعان وداكشي. لا اللي باغي يقرا كيقرا راسو بعدا اولا، يعني داكشي ديال الجروب فيسبوك جروب واتساب نبارطاجيو انا ما كنصحكمش بهادشي هذا حيت تقدر يضيع لك بزاف ديال الوقت، سورتو الا كان واحد الجروب ديال كل واحد مثلا هو جروب ديال الفرنسي واحد كيبارطاجي فيه التربيه الاسلاميه ما كيبقاوش محترمين داك لو تيم ديال داك الجروب اللي درتو، دونك كيضيع لك الوقت ولا خصك تمشي تبريباري راسك وتقلب على لانفو راسك كتولي انت جالس كتسنى فيهم يخدموا شويه صافي الجروب كيقلبوها ضحك وتا كتمشي معاهم وكتنساو الهدف من داك الجروب اللي درتو. الخلاصه ديال هاد لا فيديو ان واخا النفسيه ديالكم عيانه ارتاحوا لكم واحد النهار، وخا الصراحه ما خصكم ترتاحوا لنهار ليومين، خصكم نيشان ديروا بروغرام كيفاش غادي تبداو الدروس ديال الثانيه بكالوريا، حيت الدروس تاع الثانيه بكالوريا اصلا مرتبطين مع الاولى بكالوريا، والاولى بكالوريا نتوما ما كملتوش القرايه ديالها مزيان، قريتوا داكشي عن بعد وما كانش داكشي كيف ما نتوما كنتوا باغين، يعني كنتوا لاقين بزاف ديال المشاكل وعندكم بزاف ديال التساؤلات ما غاديش يمكن الاستاذ يجاوبكم عليها كامله في الواتساب. داكشي علاش غادي تضوبلوا الخدمه ديالكم وغتحاولوا انكم كيف قلت لكم دائما انكم تقريوا راسكم براسكم، الاستاذ فقط غيكمل لكم في هاد الظروف هادي اللي كنعيشوا دابا، سورتو الا كنتوا من الناس اللي باغين يعزلوا التعليم عن بعد. انا نصيحه مني جو بريفير البلايص اللي ما فيهاش الوباء اننا نديروا التعليم الحضوري، انا كنفضل نكون فاصفاص مع التلميذ نخدم معاه نشرح ليه وداكشي مع احترام البروتوكول الصحي اللي قال لنا الوزير الكمامات التعقيم وداكشي. على الخدمه في الواتساب انا كيضرني راسي ملي كنبقى شاده التليفون بزاف، هذا كيخدم الاخر ما عندوش تليفون كيبقى فيك الحال، بزاف ديال التلاميذ كيضيعوا علاش حيت ما عندهمش كونيكسيون ولا مثلا خوشات تليفون كيقريه الاستاذ الاخر وتخصك تخدم معاه، يعني بزاف ديال الاكراهات اللي كاينه. دابا خاصكم تركزوا على الدروس ديال المستوى ديال الثانيه بكالوريا، مره بقاو تراجعوا داكشي ديال الاولى بكالوريا، واني ضروري ما خاصكم تبعدوا من التليفون ماشي تحيدوه مره وحده ديفينيتيفمون، لا يعني غادي تدخل التليفون غتحيد غير لي جو غير داكشي اللي غادي يبرطق دوك الجروبات الخاوين وداكشي ديال النكات والتخربيق، وغادي تخلي فقط داكشي اللي غادي يوصلك للهدف ديالك واللي غادي ينجحك ويخلي الوالدين ديالك والاهل ديالك وكل الاحباب ديالك فخورين بك. وكنصحكم انكم تراجعوا الدروس ديال الاولى بكالوريا ديال الدوره الثانيه بالنسبه للناس العلميين حيت هي اللي غادي تحتاجوا في هاد السنه هادي، يعني في الدروس ديال الثانيه بكالوريا بزاف ديال الدروس غادي توعروا فيهم الا ما كنتوش مراجعين الدروس اللي فاتت بحال النهايات بحال الاشتقاق بحال بزاف ديال الحوايج درتوهم
في الشيمي حمض قاعدة عكس اختزال كاع دوك الدروس تاع الشيمي وديال المات ديال الدورة الثانية هما لاباز ديال الباكالوريا، يعني راجعوهم قبل ما يبدا معاكم الأستاذ فيهم. وفي نفس الوقت خاصكم ديروا بروغرام مثلا نهار الحد في العشيه، ولا مثلا السبت في العشيه، ومثلا اولى اربعة في العشيه غادي نراجع داكشي تاع الجهوي، مثلا نراجع التربيه الاسلاميه، نخدم امتحان جهوي، نراجع العربيه. المهم نتوما كل واحد غادي يدير البروغرام اللي غادي يسلكو هو، ولاني ما تفرطوش، دائما دائما عيني على داكشي تاع الجهوي، حيت في اي لحظه غادي تعلموا انكم دوزوا. وميم طون كنبريباري داكشي ديال ثانيه بكالوريا، حيت الامتحان ديال ثانيه بكالوريا راه ماشي ساهل. الجهوي 25%، يعني الجهوي عليه 25%، المراقبه ديال ثانيه بكالوريا 25%، والوطني 50%، يعني حتى حاجه ما ساهله. الجهوي حتى هو عنده الدور ديالو، المراقبه حتى هي عندها الدور ديالها، والوطني عنده الدور ديالو. الوطني بوحدو 50%، يعني جامع المراقبه وجامع حتى الجهوي. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.